الرحمن الرحيم. اسم أنس التازي، من مواليد مدينة مرتيل سنة 2000. الحمد لله حظيت بالفوز بالمسابقة الجهوية، وهي إقصائيات مسابقة القناة الثانية التي تنظمها بشراكة مع المجلس العلمي المحلي. الحمد لله حظيت بالمرتبة الأولى في صنف الذكور، متأهلا إلى المسابقة النهائية إن شاء الله التي ستبث على القناة الثانية في شهر رمضان الأبرك. وأيضا حظيت مؤخرا بالفوز بالمرتبة الأولى في فرع الطريقة المشرقية هنا بالإقصائيات المؤهلة لنيل جائزة محمد السادس للقرآن الكريم، والتي تنظم بمسجد السنة بالرباط بشهر رمضان الأبرك إن شاء الله تعالى. حاليا أتابع دراستي في كلية أصول الدين وحوار الحضارات بتطوان، السنة الأولى جامعية. حفظت القرآن منذ سن 12، وتتلمذت على يد عدة شيوخ، من بينهم الشيخ سي العياشي أخو ماش والشيخ سيدي عبد السلام مشبال. وأيضا درست قواعد التجويد عند الأستاذ أحمد بن يزو، وأدرس علم المقامات وعلم النغم عند الأستاذ حسن أخيار حفظه الله.